خلينا نتعرف اكتر على يعني تفاصيل خاصه بالطقس ودرجات الحراره الفترات اللي جايه. دكتور منار غانم موجوده معنا على التليفون، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك استاذ هند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا. يعني كنت معانا تقريبا يوم الاربع ونبهتينا او حذرتي من فكره شويه تقلبات في الدرجات او درجات الحراره، الصبح هيبقى صيف شويه بعد كده هيبقى فيه بروده، فوقد كان زي ما بيتقال. بس هل احنا بنتكلم بقى بدايه من النهارده وهذا الاسبوع برضو هيكرر الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره صباحا تحديدا؟ بالعكس، يمكن احنا متوقع مع منتصف الاسبوع يحصل انخفاض في درجات الحراره، احنا لسه مكملين اليوم وغدا ان شاء الله في ارتفاعات درجات الحراره الصيف خلال فتره النهار، تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 3 أو 4 درجات، لان احنا المفروض في ذروه فصل الشتاء في يناير، فالمفروض يبقى في انخفاض في درجات الحراره، لكن احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى ما بين 22 وال 21 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاحنا خلال فترات النهار مع وكمان مرتفع جوي الطبقات الجو العليا ده بيساعد على احساسنا بالدفء خلال فتره النهار، كمان مصادر الكتل الهوائيه على سطح الارض القادمه من على الصحراء، فده عامل بيساعد على احساسنا بارتفاع درجات الحراره فتره النهار، فاحنا خلال ال 48 ساعه القادمه بنشهد ارتفاعات بسيطه في درجات الحراره. الاجواء فتره النهار نقدر نقول دافيه على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للحراره على بعض المناطق الموجوده في جنوب الصعيد خلال فتره النهار. خلال الفترات اللي اول ما اشعه الشمس بتغيب يمكن تبدا مع ساعات المغرب بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، بتكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، الاجواء في الاوقات دي بتبقى بارده لشديده البروده. المتوقع ان شاء الله مع مساء غدا تبدا المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه الغربيه للبلاد يحصل فيه انخفاض درجات الحراره، مصادر الكتل الهوائيه تاثر عليها تكون مصادر الكتل الهوائيه الشماليه، فغدا هيكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه وبعض المناطق من خليج العقبه، لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره على كافه الانحاء هيكون من يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، فاحنا من يوم الثلاث التوزيعات الضغطيه هتختلف، منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كمان كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا، فهنبدا نشوف فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه بشكل كبير، هتكون امطار متوسطه وقد تكون رعديه على سواحلنا الشماليه، دي اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، الامطار ممكن تمتد كمان لبعض المناطق الداخليه، كمان هيكون في انخفاض في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه، العظمى على القاهره الكبرى هتكون 18 درجه مئويه خلال فتره النهار، كمان هيكون في نشاط للرياح من يوم الثلاثاء القادم هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره، فدرجه الحراره المحسوسه هتكون اقل من 18 درجه مئويه، فاعتبارا من يوم الثلاث نهايه الاسبوع هنحس باجواء شتويه فتره النهار فترات الليل، هيكون في سقوط الامطار وكمان هيكون في نشاط للرياح. طب عظيم كل الكلام ده، بس انا في حاجه مش فاهماها مش واصله لي، يعني حضرتك قلتي شهر واحد وده طبيعي ان احنا بنشهد ذروه فصل الشتاء، فلما انا اقول كده والاقي ان في بعض الايام الناس فيها فتره الظهر والعصر لابسه صيفي، فكده في حاجه او في خلل، يعني احنا ما كناش بنشهد ابدا الكلام ده في سنوات ماضيه، فتفسير ده ايه برضو دكتور منار؟ هو بالفعل ارتفاع درجات الحراره اللي احنا شهدناها خلال الايام الماضيه ويمكن الى الان او الى اليوم في ارتفاعات في درجات الحراره، يمكن ذروتها كانت الجمعه الماضيه وصلت العظمى على القاهره الكبرى 26 و27 درجه مئويه، ده بسبب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا، كانت معظمها قادمه من على الصحراء، فالصحراء خلال فتره النهار مرتفعه بدرجات حرارتها، وجود كمان توزيعات ضغطيه في طبقات الجو العليا اللي هو المرتفع الجوي ده بيخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره، ده امر مش طبيعي طبعا لان الطبيعي يكون في انخفاض في درجات الحراره، بس احنا شهدنا الارتفاعات دي في اعوام ماضيه، يمكن في عام 2021 سجلنا درجات حراره في شهر يناير اعلى من 27، سجلنا 29. هو ما كانش في شتاء، بس خلينا نبقى متفقين، ما كانش في شتاء السنه اللي فاتت غير اسبوعين. السنه اللي فاتت شتينا، فاكر؟ شتينا اسبوعين بجد. السنه اللي فاتت بالفعل في شهر يناير احنا سجلنا 11 درجه مئويه يوم تقريبا 24 او 25 يناير، سجلنا 11 درجه مئويه، ففي يناير الماضي كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، لكن الارتفاعات دي هي مش طبيعيه، لكن احنا بنعتاد عليها في بعض السنين، بتختلف ايامها من يوم ليوم، ممكن تبقى بدايه يناير او نهايه يناير، لكن ان شاء الله هيكون في انخفاض في درجات الحراره في فبراير، لانه كمان هو يعتبر من ضمن الاشهر اللي بنقول عليها ذروه فصل.
رائع جدا دكتور منار، كالعادة بنشكرك على التغطية الأكثر من رائعة، شكرا ليكي جدا.